بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق الدلنجات يوم السبت تبع محافظة البحيرة، ومعاكم قناة المونش. اليوم يوم 9/4/2022، وتعالوا نشوفوا الاغنام النهاردة في سوق الدلنجات. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلم عمرو حاتم، عمدة عزبة المعلم عمرو حاتم عزبة ابو مصطفى، مركز الدلنجات محافظة البحيرة. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. عايزين نعرفوا الاسعار النهارده في الاسعار حلوه يا باشا والله العظيم. الخروف ده عامل كام؟ الخروف ده عامل 7000. عامل 7000 كسر حي ده قافل. بسم الله ما شاء الله 7000 يا جماعه، الله اكبر. وقافل على اول اهو. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا عم حاتم، كل سنه وانت طيب يا عم الحاج. الله يبارك لك ويديك الصحه. اللهم صل على النبي. 7000 على طول يا معلم؟ والله ب 7000. الله يبارك لك. وديت عاد برج بتاعت مطروح. انا هو جاي معانا عاد برج من مطروح لاحمدي. لاحمد يا برج بتاعت مطروح. اللهم صل على النبي. كسر حي؟ سن جاب او سن الجديد قافلين. سن الجديد اللهم صل. عامله كام اللحمه؟ هم هدول 6 على بعض. 6 على بعض عاملين في 26%. الواحده 1600 جنيه. اللهم صل على النبي. يعني فاهم سن جايم قد كده؟ بالذات تعمل لها 50. 50 جايم كده. 2600. 2600 الواحده. الله اسعاركم حلوه ورخيصه. الله يبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. طب والخرفان ده ايه؟ الخرفان دوت ب 55%. دي ب 55 ودي؟ ودي ب 52%. وده ب 52 واللي جنبه؟ واللي جنبه دي ب 38. 38 واللي بريحه؟ 34.5. 34.5. في واحد برضه هناك اهو 32. واللي جنبه؟ 38. 38. ما شاء الله. الله يبارك لكم. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. صارت بس في ريحه بقى خرفان النهارده. بسم الله ما شاء الله. صارت بس بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. المعلم حاتم بتاع عزبة ابو مصطفى، مركز الدلنجات، محافظة البحيرة. الله اكبر. خروف يا جماعة وقت عامل 7000 جنيه. ميزانه كام ده يا عمور؟ ميزانه 100. الله اكبر. 100 كيلو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. 100 كيلو جاي موت عامل 7000. اللهم صل على النبي على المال يا جماعة. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر على المال يا جماعة، عامل 7000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعة. الله اكبر. اللهم صل على النبي. بقيت الخرفانه هي وحوالي برج. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا حاج حاتم. صباح الخير يا عم. كل سنه وانت طيب يا عم الحاج. الاسعار عامل ايه في الدلنجات النهارده؟ زي الفل يا عم. يعني سعر الكيلو ماشي كام في ال 72 73 الذكوره؟ اه الذكوره. والنتايات؟ يعني 60 65. 60 65. الله يبارك لك يا عم حاتم واجعل صباعك ابيض. كل سنه وانت طيب. طيب رقم التليفون ناخده من عمرو حافظ ولا عادي يا عم سليم؟ عادي. طب اديه لنا انت يا عم حاتم. 100 يا عمدي. 0 100. 61. 61. 28. 28. 7. 7. 8. 8. 99. 97. الله يبارك لك يا عم حاتم. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباعك ابيض ومتشكرين يا معلمي. 0 100. رقم تاني ماشي. 0 100. 61. 61. 28. 28. 7. 9. 9. شيخ العرب حكم ابو مصطفى. شيخ العرب حاتم ابو مصطفى. الله يبارك لك يا عم حاتم واجعل صباعك ابيض. الله يبارك لك. متشكرين يا عم حاتم. اي تجار عندها عروض باسعار بما يرضي الله تتواصل معاني. رقمنا قدام منكم على الشاشة، قناة المواشي اليوم. ونسيبكم في رعاية الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.